بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في القاهرة ضيفا عزيزا على مصر وشعبها، متمنيا لكم إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة والتي تأتي في إطار حرصنا المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا، إضافة إلى متابعة نتائج الزيارة التي قمت بها إلى العاصمة الكورية سول عام 2016. أود بداية الإعراب عن تقديرنا للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية الكورية والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين ويصب في مصلحة شعبيهما. لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين، واللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسة وزيري الخارجية وآلية الحوار بين وزارتي المالية واللجنة التجارية المشتركة، وذلك لأهميتها جميعا في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات. كما أعربت عن تطلعنا إلى جذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر مع استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهو ما يأتي اتصالا بعملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الإطار والمؤشرات الإيجابية للمستقبل الاقتصادي لمصر. وقد اتفقنا كذلك على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تكثيف التنسيق في هذا السياق، سواء من خلال إنشاء فرع للجامعة الكورية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة أو التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة، خاصة مع قرب موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وتطلع مصر إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة. السيدات والسادة، لقد استعرضت مباحثاتنا كذلك فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا والشركات الكورية والترويج للاستثمار في إفريقيا بصفة خاصة في مجال البنية التحتية، مع إبراز الفرص الهائلة التي يوفرها بدء العمل بمنطقة التجارة الحرة القارية، من زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي. كما تبنى وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وقد توافقنا على تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدولية. وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون
وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين. فخامة الرئيس، اسمحوا لي ختاما أن أرحب بكم مجددا في القاهرة، معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وكوريا، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيدا من قوة الدفع للشراكة التعاونية الشاملة وللصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبينا وبلدينا. شكرا. تفضل فخامة الرئيس. شكرا. شكرا جزيلا. يسعدني أن أتقدم بحالة الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على ترحيب الحار بي ووفد بلدي. تكتسب هذه الزيارة معنى خاصا لأنها أول جولة إلى أفريقيا وأول زيارة بصفة الرئيس الكوري إلى مصر منذ 16 عاما. أن مصر مصدر الحضارة القديمة ودولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتمتع بميزة تاريخية تتمثل في تعايش بين الماضي والحاضر والمستقبل، وميزة جغرافية تربط ثلاث قارات، كما تحافظ بشبكة اتفاقيات التجارة الحرة وواسعة النطاق ونسبة الشباب المرتفعة من عدد السكان والموارد الطبيعية المتوفرة، فلديها إمكانات تنمية. تعاونت مصر وكوريا في مختلف النواحي بما في ذلك الاقتصاد والدبلوماسية والثقافية. أكدنا أنا ورئيس المصري أن شراكة تعاونية شاملة بين البلدين قد طلبت منافع متبادلة لبلدين، واتفقنا على تعزيز التعاون المستدام للمواجهة نحو المستقبل. أولا، اتفقنا على توسيع التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة. رئيس السيسي وأنا قررنا البدء في المضي قدما مهما نحو إبرام اتفاقية تجارة بين كوريا ومصر من خلال البحث المشترك حول شراكة التجارة والاقتصادية. كما اتفق بلدان على توسيع أفق التعاون الاقتصادي في المجالات المستقبلية مثل نقل الصديق الليبية وتنمية البحرية والفضائية. ثانيا، اتفقنا على تعزيز الشراكة في التنمية المستدامة. وضعت كوريا حتى جديدا بصندوق التعاون لتنمية الاقتصاد ETCF بقيمة مليار دولار إلى مصر. سوف نتقسم تجربة التنمية الكورية ونساهم في توسيع البنية التحتية للمواصلات ومصادر المياه في مصر. كما سنعمل معا على تحسين نوعية الحياة لشعب البلدين من خلال تبادل السياسات في مجال التنمية الوطنية المتوازنة والابتكار. ثالثا، اتفقنا على مزيد من التعاون في التغلب على أزمة المناخ. تستضيف مصر مؤتمر كوب 27 في نوفمبر المقبل. ستتعاون كوريا معها تعاونا فعالا في جميع إرادة المجتمع الدولي لاستجابة مع تغير المناخ. كما اتفق بلدان على تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الصديقة الليبية. رابعا، اتفقنا على تفعيل تبادلات البشرية والثقافية. توصلنا إلى اتفاق على العمل معا لتوسيع التنوع وتسهيل لشعوب البلدين لاستمتاع بثقافات وضمان سفر الآمن. كما أجمعنا على التعاون في اكتشاف التراث الثقافي والحفاظ عليه من أجل نقل التراث الثقافي رأيا لبلدين إلى أجيال القادمة. وأيضا أجمعنا على أن أقدم مدفعية جاجو كيتيس والذي نحن نباس حاليا هو نتيجة التعاون الدفاعي القائم على الثقة المتبادلة بين البلدين، حيث سيكون إسهاما في تقوية قدرة القوات المصرية، كما سيكون قصص ناجحة ليدل على التعاون المتبادل بين بلدين من خلال الإنتاج في مصر والتعاون التقني. واتفقنا على البذل المزيد من الجهود للاتفاق على ذلك. أخيرا، اعتمادا على تجربة مصر التي ساهمت في إخلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة عودة كوريا الشمالية السريع إلى طاولة الحوار، كما أيد أخبر عن تأييده التام حول موقف والحكومة كوريا من التقدم الفعلي لعملية السلام في شبه جزيرة كوريا. أتاحت مباحثة اليوم فرصة أكبر للبلدين للتعاون حيث نمشي كوريا ومصر معا نحو مستقبل من الازدهار والتنمية. شكرا جزيلا.